أعلنت اليوم قيادات بارزة في الحراك الجنوبي وعدد من منتسبي المؤسسات انضمامهم إلى المعتصمين في مخيمات الاعتصام بخور مكسر بمحافظة عدن. ووصل مساء اليوم القيادي البارز في الحراك الجنوبي حسن باعوم إلى ساحة العروض بخور مكسر برفقة قيادات في مجلس الحراك ومجلس الثورة، بينهم شلال علي شايع وصالح يحيى وباثوب والشيخ حسن بنان ومحمد صالح طماح و حقيس وآخرون، وسط استقبال كبير من قبل المعتصمين. وذكرت مصادر إعلامية محسوبة على الحراك أن زيارة قيادات مجلس الحراك ومجلس الثورة لاعتصام ساحة العروض جاءت بعد الإعلان عن توحدهم في مجلس جديد وكرسالة لأبناء الجنوب بضرورة التوحد.